الروح المعنوية عالية والعلاقة ممتازة بين الجهاز الفني واللاعبين مضمون الساعات الأولى في معسكر المنتخب. كل الأمور في منتخب مصر على خير ما يرام، روح عالية وجاهزية فنية وبدنية، لا أزمات لا مشاكل، والكل على قلب رجل واحد، والهدف طبعا واحد، وضع قدم في كأس العالم 2026 بالفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو إن شاء الله. يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. الحلقة حلوة وعايزين نزودها وعايزين ننورها ونشاور عليها. الحالة في منتخب مصر في المعسكر قبل مباراتي بوركينا وغينيا بيساو حلوة قوي قوي قوي. شوية هدوء بقى يا شباب، وننسى بقى مين اللي كان المفروض يخش مين اللي كان المفروض يخرج في القائمة. لا، اللي موجودين دلوقتي دول هم رجالة منتخب مصر. 24 لاعب في المعسكر، هينضم لهم إن شاء الله محمد صلاح ومحمد شريف، وتكتمل الصورة الجميلة ما قبل المباراتين عشان تكتمل الصورة المثالية بالفوز بالمباراتين. كابتن حسام ومعه الكابتن إبراهيم حسن ومعه باقي الجهاز الفني عايزين ينجحوا. فكروا يا جماعة في القصة دي، يعني قبل ما أنت تقعد تتوقع وتفسر وتقول ويمين وشمال، الناس دي عايز تنجح، الناس دي بتحب البلد، الناس دي بتحب منتخب بلدها. انت بتتكلم على اتنين يمدوا لمنتخب مصر، اتنين يمدوا للكره المصريه. فكره بقى انه اصل هم ما عندهم مشاكل مع اللعيبه، اصل هم عندهم ازمات مع اللعيبه. حتى لو كان هناك بعض الحاجات الصغيره مع بعض اللاعبين، ده بيحصل في كل الفرق، في كل المنتخب. امبارح مدرب بلجيكا مستبعد من اليورو تيبو كورتوا، افضل حارس في العالم، الاثنين اتخانقوا مع بعض فاستبعدوا، دي اسمها خناقه فاستبعدوا. احنا ما عندناش الكلام ده الحمد لله، الامور بسيطه وسهله، وكلنا بنحب البلد وكلنا بنحب منتخب بلدنا، وان شاء الله الامور تمشي بافضل صوره ممكنه باذن الله باذن الله. ده فيما يخص منتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم عارفين 1 يونيو ان شاء الله ينضم محمد صلاح للمعسكر، وبنسبه 100% محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر. هو دلوقتي في أجازة في مصر بالمناسبة، يعني هيخلص الأجازة يبقى موجود يوم 1 يونيو في معسكر منتخب مصر. حد يقول لك يا عم هو جاي متأخر ليه، يعني هو بيعمل ايه؟ على فكرة هو محمد صلاح يوم 1 يونيو دي هيبقى موجود في معسكر المنتخب قبل يومين من الأجندة الدولية. لو هو بقى هيشتغل لنا احترافي وأنا دوري إنجليزي وأنا ليفربول، هيجي يقول لك أنا يوم 3 موجود معاك، لكن هو راجل جاي يوم 1، فان شاء الله الامور تبقى على خير ما يرام. طيب معايا عبر الهاتف الان واحد دائما وابدا بقول عليه من افضل المدربين المصريين في اخر 10-15 سنه، واحد من الاسماء الكبيره جدا اللي اضافت للتدريب في مصر، في مصر وخارج مصر كمان. يعني دائما اقول ان المدربين بتوعنا لازم يبقوا موجودين في الوطن العربي. هو من أكتر الناس اللي شرفتنا في الوطن العربي في الفترات والسنوات الأخيرة، اسم كبير، اسم له إنجازات عديدة، هو الكابتن الكبير كابتن حسام البدري. يا كابتن حسام مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير يا كريم، الله يخليك، أنا بتشرف إن أكون معاك واستمتع دايما بأسلوبك وكلامك، وربنا يوفقك دايما كده. ده الشرف ليا كبير يا كابتن حسام. الله يخليك. انا لسه كنت بتكلم على الحاله المعنويه في معسكر منتخب مصر واحنا رايحين لمباراتين مهمتين في تصفيات كاس العالم ان شاء الله. نصايحك ايه ان شاء الله للاعبين وللجهاز الفني والمنتخبنا باذن الله قبل المباراتين؟
طبعا كل التوفيق للمنتخب ان شاء الله والجهاز الفني الجديد، كل التوفيق لحسام حسن وجهازه الفني والاداري. ويمكن انا شفت لقطات من خلال التجمع الاول بشكل رسمي للمنتخب، وشايف ان الحاله ايجابيه جدا، واعتقد ان هو حتى القائمه يعني مناسبه جدا للمرحله وللمستوى اللي ظهر عليه اللعيبه، وباذن الله يبقى موفق في المباراتين دول لانهم مهمين جدا في البدايه. ان شاء الله الفوز بيهم هيبقى عامل ثقه كبير جدا للجهاز واللاعبين ان شاء الله في المباراه القادمه. كابتن حسام، وانا بتكلم مع واحد درب منتخب مصر مع كل قائمه المنتخب مصر، سواء معاك مع كابتن حسام حسن مع كل المدربين، هناك انتقادات ومين كان المفروض يخش ومين كان المفروض يخرج. ودايما انا شخصيا بقول انه بيبقى المدرب له حساباته الفنيه والتكتيكيه في الملعب وبيختار على اساسها، فممكن ما تكونش هي حساباتنا. رايك في القائمه ورايك في اختيارات الكابتن حسام حسن بشكل عام، او في الفكره دي تحديدا يا كابتن حسام؟ يعني انا بحييك على كلامك، وانت بتسالني سؤال يعني انت بتسالني سؤال، انت قلت كلمه واحده فيها الاجابه، حسابات الجهاز الفني، حساباته مع المباراتين، حساباته داخل الملعب، حساباته للحاله الموجوده الفنيه والنفسيه، بيقسم المباراتين كلهم لان الوقت بينهم بسيط جدا، لا قدر الله لو في اصابات، لو في يعني ظهور بعدم مستوى جيد، كل الكلام دوت بيبقى في اعتبارات المدير الفني وفي المعايير اللي هو على اساسها بيختار. لكن بعض الناس انا شايفها طبعا وجهت انتقادات للقائمه ان هناك حسابات، اعتقد ان حسام في المرحله دي بعيد عن اي حسابات. لو كانت في لعيبه قبل كده بتتكلم بشكل غير مرضي، بشكل غير مقبول، لازم المدير الفني طبعا يبقى كل حساباته خاصه بالفريق، خاصه بالمرحله اللي هو فيها، خاصه ان هو بيفكر في الفوز في المباراتين، واعتقد ان هو ده اللي حسام حسن فكر فيه، وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله. كابتن حسام حسن كان ليه تصريحات مهمه منذ ايام حول انه بعض الناس بتقول ان المباراتين او التصفيات بشكل عام هي سهله جدا، وسهل جدا الكابتن حسام ومنتخب مصر يصعدوا لكاس العالم، راي حضرتك ايه؟ لا طبعا هو ما يقصد يعني هذا المعنى طبعا حسام حسن، لكن هو المشوار في حد ذاته، خلينا نتكلم بواقعيه، المشوار في حد ذاته مش صعب قوي، لكن ما فيش حاجه مش صعبه في الكوره وما فيش حاجه سهله في الكوره. وخلينا نتكلم بمنطقيه، يمكن المنافس في المجموعه دي كلها هو بوركينا فاسو، صح؟ فبالتالي المباراه اللي جايه مهمه جدا، المكسب ضد بوركينا فاسو بيقربك كتير للتاهل. الناس عاوزه يمكن تقول ان التصفيات يعني في الوقت القادم يعني او في الوقت الحالي هي تعتبر سهله، لان انت دلوقتي هيبقى في 9 منتخبات موجوده، تمام؟ هيبقى في 9 منتخبات الاول المجموعه، فمن هذا المنطلق الناس بتقول ان هي سهله، لكن ما فيش حاجه سهله يعني. لكن انا بقول ان الفوز القادم على بوركينا فاسو يعني له ايجابيات كثيره جدا، سواء في وصول منتخب مصر ان شاء الله لتصفيات كاس لنهائي تصفيات كاس العالم ان شاء الله، او في نفس الوقت زي ما بقول هي اول يعني مباراه رسميه لحسام حسن، فهتبقى مهمه جدا، وبالذات احنا شفنا في حاله قلق وبعد البطوله الودية اللي حصلت، لكن الفوز في المباراة القادمة إن شاء الله هيبقى له عامل إيجابية كتيرة جدا إن شاء الله. عظيم، لازم أروح للنادي الأهلي، وإنجاز مقرر بالفوز بالبطولة الأفريقية، وأنت في السنوات الأخيرة أكتر من تولى تدريب النادي الأهلي سواء كمدير فني أو مدرب عام أو مدير للكرة، النادي الأهلي وصل إنجازاته، رأيك في الإنجاز الأخير يا كابتن حسام بالفوز بالبطولة الأفريقية؟ والله أنا عاوز أكد حاجة يا كريم، فضل. النادي الأهلي يعني فعلا بيأكد عظمته وبيأكد أشياء كثيرة، يمكن النادي الأهلي يعني تعودنا من زمن بعيد إن النادي الأهلي دائما بيبقى في موضع البطولات والفائز وتحقيق البطولات وتحقيق الإنجازات، لكن أنا بقول يمكن المرحلة الحالية كريم بكل صدق، يعني أنا عشت فترة طويلة في النادي الأهلي، وأنا دايما قلبي مع النادي الأهلي وفكري مع النادي الأهلي سواء أنا موجود أو مش موجود، لكن فعلا الفترة الأخيرة النادي الأهلي بيحقق إنجازات عظيمة جدا، النادي الأهلي بيضيف
لمرجعيات وأسس النادي الأهلي في هذه المرحلة. خلينا نتكلم بدون أي نفاق إن المرحلة اللي تولى فيها الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي يعني فعلا هي فترة إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي. احنا عارفين النادي الأهلي له معايير وفي عظماء جم في النادي الأهلي تولوا الرئاسة زي كابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، عبد صالح الوحش، مهندس محمود طاهر، كتير مش عاوز أنسى أسماء لأن أنا عشت المراحل الله يرحمه الأستاذ كمان حافظ. ففي أسماء كبيرة ودايما كان كل الأسماء دي بتضيف إلى النادي الأهلي وبتحافظ على تقاليد النادي الأهلي، لكن المحافظة على تقاليد النادي الأهلي والإضافة ليها أعتقد هي المرحلة اللي احنا عايشينها دي واللي موجود فيها كابتن محمود الخطيب. لأن أنا بصراحة أنا شفت المجهود اللي بيبذل في الفترة الأخيرة في كل شيء إداريا وبيأثر بشكل كبير على الناحية الفنية وبيخلي الجميع ملتزم. أعتقد إن دي مرحلة إضافة والنادي الأهلي بيحقق إنجازات كبيرة جدا لجماهيره في المرحلة دي، وإنه يصل إلى البطولة رقم 12 أعتقد ده إنجاز إنجاز إنجاز. ونتمنى دايما إن شاء الله إن النادي الأهلي يبقى مصدر سعادة لجماهيره الكبيرة ولمصر كلها، لأن بالفعل احنا بنشوف الجميع بيشيد بالنادي الأهلي. صحيح. حتى الجماهير اللي ما بتشجعش النادي الأهلي بتشيد بالنادي الأهلي، فدي طبعا شيء طبعا إيجابي. بهني اللعيبة، بهني الجهاز الفني والجهاز الإداري، بهني الجماهير وبهني مجلس الإدارة على الإنجازات اللي بتحصل في النادي الأهلي. عظيم جدا. في سؤال ممكن مكرر وربما حضرتك اتسألته قبل كده، وهو لو انت كنت مدير فني للنادي الاهلي او برؤيه فنيه يا كابتن حسام، عندك محمد الشناوي وهذه الخبرات العظيمه جدا والقدرات الكبيره، وعندك مصطفى شوبير ومتالق جدا، والسؤال موجه فيما يخص النادي الاهلي وايضا فيما يخص منتخب مصر في المباراتين القادمتين، تختار مين خاصه الاثنين؟ واحد عنده خبرات وترك الملعب وهو مصاب ومش وهو مستواه قليل، والتاني اللي هو مصطفى شوبير ماشي في افضل مسيره ممكنه في الاداء. بص يا كريم، كل مرحلة احنا هنتكلم من الناحية الفنية والناحية المنطقية. صحيح. كل مرحلة وليها حساباتها. المرحلة اللي مصطفى شوبير اضطر ان هو يحرز مرمى النادي الاهلي كان بسبب طبعا غياب الشناوي واصابة الشناوي. وفي نفس الوقت احنا كانت المرحلة دي بنشوف النادي الاهلي بيستقدم حارس جديد وعاوز يتعاقد مع حارس جديد، وفي نفس الوقت في حيرة ما بين ان هو يتعاقد مع حارس يبقى اضافة للي موجودين، وفي حيرة ان هو يعتمد على مصطفى شوبير. النادي الاهلي خد القرار الصح وحصل توفيق كبير جدا، لان تولى حراسة المرمى مصطفى شوبير المميز، هو فعلا حارس مميز. ونتيجة القرار الصح ده طبعا احنا كسبنا حارس جديد، وكانت المرحلة اللي لعب فيها شوبير هي فعلا القرار الصح ان شوبير كان يتم الاعتماد عليه، لان الشناوي غايب وعنده اصابه، في نفس الوقت اما عاد في الفتره الاخيره كان لسه ما لعبش اي مباريات، فبالتالي القرار الفني مره اخرى اتخذ بشكل جيد ان شوبير هو اللي يستمر نتيجه طبعا غياب الشناوي لفتره طويله. نفس الكلام ده هقوله بالنسبه لمنتخب مصر. الفتره دي ضيقه جدا، الشناوي لسه ما لعبش، لكن الشناوي حارس كبير، الشناوي حارس مميز. بعد ما تنتهي فترة منتخب مصر هيبقى الشناوي جاهز للمشاركة، وهيبتدي النادي الأهلي يفكر ازاي طبعا الشناوي يشارك، وده من الطبيعي ان الشناوي يشارك، لكن لازم يفكر في الحفاظ على مصطفى شوبير. مصطفى شوبير أدى بشكل جيد جدا، أصبح عندك حارس آخر كل الثقة ليه وتقدر تعتمد عليه دون أي تخوف، فبالتالي دي المرحلة إلى ما بعد انتهاء مباراتين المنتخب. لكن أنا لو هفكر دلوقتي، مصطفى شوبير هو اللي عنده حساسيه المباريات، هو اللي لعب الفتره الاخيره، الوقت ضيق، واعتقد اذا حصل ان حسام حسن اعتمد على مصطفى شوبير يبقى هو ده قرار صح، ونتمنى له التوفيق. وبعد انتهاء المرحله دي اعتقد ان الشناوي هيرجع، ويبقى في مرحله ان الشناوي يشارك ومرحله الحفاظ على شوبير، هي دي مسؤوليه الجهاز الفني للنادي الاهلي. عظيم. هيبقى الشناوي هيشارك، لكن لازم تحافظ على مصطفى شوبير عشان اصبح عندك الان حارسين ممتازين. صحيح. طيب عايز اسالك كابتن حسام، مين اكتر لاعب في الاهلي بيعجبك في الفتره الاخيره على مستوى الاداء الفني والاداء التكتيكي؟ وانا بقول لك التكتيكي عشان انا فاهم كويس قوي ان انت ممكن احيانا تبقى نظرتك للاعبين مختلفه طبعا بطبيعه الحال عن الجمهور العادي. مين اللعيب اللي بيعجبك قوي في ارض الملعب من النادي الاهلي؟ انا طبعا يعني
الميزه في لعيبه النادي الاهلي طبعا ان هم عندهم شيء يعني بيحافظ عليه بيحافظ عليهم، والشيء ده هو المنافسه. دايما النادي الاهلي عنده ميزه مش موجوده عند معظم الانديه، السكواد اللي عنده يخلي اللعيبه في حاله تنافس بشكل مستمر، البديل اللي موجود عندك، مش عاوز اقول البديل او العنصر الاخر اللي موجود عندك على نفس المستوى، وساعات بيبقى الكل في حيره، حتى الجهاز الفني بيبقى في حيره، انت هتلعب بامام عاشور ولا هتلعب بقفشه؟ خط النص هيبقى بتعتمد على ثلاثه بيميلوا الى الناحيه الدفاعيه ولا اثنين وواحد بيميل للناحيه الهجوميه؟ فالنادي الاهلي عنده السكواد والمرونه الفنيه والتكتيكيه اللي انت ممكن تختار بيها العناصر، وممكن تتعامل مع المباريات المختلفه بالعناصر اللي موجوده عندك. صحيح. وفي نفس الوقت لو عاوز تعمل روتيشن ما عندكش مشكله. تمام. فانا لو اتكلمت على لعيبه النادي الاهلي معظمهم مميزين بصراحه، لكن انا عاوز اقول محمد عبد المنعم انا بوجه له رساله، انت لاعب جيد جدا، لاعب عندك امكانيات جيده جدا، ويمكن محمد عبد المنعم اول فترات صعوده للنادي الاهلي وانا موجود في النادي الاهلي كمدير فني ان هو ابتدى يتمرن معانا وكان لسه ناشئ وصعدته، فهو لعيب عنده امكانيات، وكان حتى وقتها موجود في الجهاز اللي تحت اسامه حسني، هو بصراحه اللي اشار ان في لاعب جيد وشفناه وفعلا صعدناه على اساس ان هو يبقى موجود معانا ولاعب مميز. محمد عبد المنعم لاعب مميز جدا، لكن لابد من الجديه شويه في التعامل في الملعب، لانك انت لاعب مميز ممكن تروح لحته بعيده جدا، ممكن يجي لك عقود احتراف جيده جدا، لكن اعتقد ان محمد عبد المنعم عاوز شيء من الجديه شويه، لانه لاعب مميز جدا جدا وعنده امكانيات جيده جدا، فده من اللعيبه المميزين الموجودين. انا بحيي رامي ربيعه على ادائه. اشكرك. وطبعا بحييه على ادائه، برغم ان في فترات كان في يعني انقسام ما بين استمرار رامي ربيعه او ان هو يمشي للنادي الاهلي. رامي ربيعه بيدي مثال لنوعيه لعيبه النادي الاهلي. صحيح. فعلا. صحيح. بيدي مثال لنوعيه لعيبه النادي الاهلي اللي بتحافظ على نفسها، وقت ما بتعوزه بتلاقيه جديه في الملعب، محافظ على نفسه، وشفنا المستويات في المباراه الاخيره شيء مميز جدا. محمد هاني كويس، مروان عطيه لاعب جيد لكن عاوز يغير الاسلوب شويه، يعني مروان في الناحيه الدفاعيه ممتاز لكن عاوز اضافه لادائه شويه في ناحيه التحضير، يلعب قدام شويه لانه يعني دايما بيحب يلعب في العرض، يلعب الكره للخلف، بس ساعات في اوقات بيبقى مبالغ برغم ان تبقى في اوقات عنده مساحات، لكن لاعب جيد جدا. قفشه اتمنى طبعا برضو انه يعني هو مستواه جيد، لكن لازم يحاول يخش في المنافسه اكتر لانه لاعب جيد، وانا من نوعيه اللعيبه اللي انا بحبها جدا قفشه. احمد عبد القادر من اللعيبه المميزين جدا، انا بحب نوعيه احمد عبد القادر، لكن يمكن برضو بيبعد نتيجه اصابات، نتيجه برضو عدم المحافظه على مستواه، لكن من نوعيه اللعيبه اللي انا بحبها جدا. المهاجمين اللي عندهم تنوع في طريقه ادائهم، القوه الانفجاريه بالكوره وناحيه المهاره والتنوع في الاختراق سواء القطري او الطولي، لاعب مميز جدا. وسام ابو علي يعني لاعب جيد هيزيد لما ياخد مباريات مع المجموعه ويلعب. كهربا اتمنى برضو زياده الناحيه الفنيه، الناحيه قصدي البدنيه. صح. لان كهربا من اللعيبه المميزين جدا، لكن اعتقد نقص او انخفاض الناحيه البدنيه شويه عند كهربا مأثره على مستواه. طيب كابتن حسام، عايز اسالك سؤال بعيد عن لاعبي النادي الاهلي، وان كان السؤال عن لاعب افضل فتراته على الاطلاق كانت معاك تحديدا في النادي الاهلي، وهو عبد الله السعيد. الناس تسال على عبد الله السعيد ومركزه الان في تشكيله نادي الزمالك او في تشكيله جوزيه جوميز، انه بيلعب في وسط ملعب يعني شويه في نواحي دفاعيه اكتر منها هجوميه، 8 او 6. شايف مركز عبد الله السعيد في نادي الزمالك يليق به او يليق عليه ولا لا يليق؟ انت كريم، انت بتقول السؤال والاجابه. لانك اتفضل يا كابتن. لانك بالفعل يعني انت عندك وعي طبعا غير الميزه الاعلاميه الكبيره اللي يا رب يخليك يا كابتن. لا فنيا، لان انت بتسال سؤال جيد، وبالتالي حتى قلت الاجابه عليه، هل بيتم استخدامه في مركز صحيح هو 6 او 8؟ اعتقد ان عبد الله السعيد في يعني طبعا خلينا نتكلم بمنطقيه وصراحه، لاعب مميز جدا، لكن العمر السني خلاص يعني كبر، فبالتالي يجب استخدامه بشكل جيد وهو مركز 10، لان انت ما بتطلب من عبد الله السعيد يلعب مركز 6 او 8 فبتطلب منه مهام دفاعيه بتؤثر كثير عليه،
وبالعكس بتنقص الفريق من الميزه اللي موجوده عند عبد الله السعيد، وهو اللي يبقى موجود في مركز 10 يقدر يعمل الاسيست، يقدر يعمل المسانده الهجوميه والزياده العدديه في الناحيه الهجوميه، يقدر يبقى قريب من منطقه الجزاء والتصويب. فاعتقد ان مركز 10 هو الافضل لعبد الله السعيد في المرحله الحاليه، وكان دايما بيجيد فيه، فاعتقد ان استخدامه في مركز 6 او 8 غير صحيح. تمام كابتن حسام، حضرتك وحشنا جدا في الدوري المصري، امتى هنشوفك قريب؟ والله ان شاء الله ربنا يسهل، انا موجود طبعا دلوقتي، وان شاء الله لو في عرض مع فريق جيد وفريق عنده سكواد اقدر احقق بيه حاجه، لان خلينا نتكلم يا كريم بمنتهى الصراحه يعني ومنتهى الطالع، يعني بعد المشوار ده اعتقد ان انا لازم اما اختار حاجه تضيف ليا، ما تنقص مني يعني ما تنقص مني. فانا عاوز لو جالي عرض في مصر، وبتمنى ان شاء الله يجي لي مع فرقه عندها امكانيات، وعندها فرقه ان هي امكانيات ان هي تدعم، وعندها رغبه ان هي تبقى موجوده في مركز جيد في جدول الدوري العام، على طول هقبل ان شاء الله وابقى متواجد باذن الله، لان انا طبعا ليا رغبه الفتره الجايه ان شاء الله ابقى متواجد في مصر وفي الدوري المصري ان شاء الله. تنور مكانك كابتن حسام البدري، الكابتن الكبير مدير الفني الاسبق لمنتخبنا الوطني وطبعا النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. دايما بقول على الكابتن حسام بدري من الخبرات الفنيه الكبيره جدا والمميزه جدا جدا بصراحه، يعني مهم، يعني انا بحب الاسماء اللي زي الكابتن حسام بدري تبقى موجوده في الدوري المصري، خد بالك تضيف كثيرا لاي فريق، فيا ريت كل الاسماء دي تبقى موجوده، يعني بستغرب ساعات انه الاسماء الكبيره دي ما تبقاش موجوده، واسماء تانية لا كل الاحترام تبقى موجوده، بس نستفيد اكتر ان شاء الله باذن الله يبقى موجود مع احد الانديه في القريب العاجل، نستفيد منه لصالح الكره المصريه بكل تاكيد. طيب نروح لاخبارنا النهارده، وانطوني موديست مهاجم النادي الاهلي بدا خلاص يشوف عروض للرحيل عن النادي الاهلي بنهايه الموسم. عقد موديست ينتهي بنهايه الموسم الحالي، في قرار داخل النادي الاهلي طبعا بطبيعه الحال بعدم التجديد ليه، وهو عنده او ما زال لديه بعض العروض، هو مش شايف انه هيعتزل دلوقتي، يعتزل بنهايه الموسم ماشي براحته طبعا، يعني مش هقول له ازاي تعمل كده، هو اكيد اضرب حاله، بس موديست يعني كده كده ماشي من النادي الاهلي، عايز بقى يكمل في حته تانيه، عايز يعتزل هو حر بقى بعد كده، ما مش هتبقى هي دي الحكايه. كمان محمد داو كريستو اللاعب التونسي في النادي الاهلي حصل على او اشترط الحصول على نفس راتبه السنوي في النادي الاهلي عشان يوافق على اللعب مع احد الانديه الاخرى، يعني هو لو بياخد كذا او رقم 1000 جنيه مثلا، طبعا مش 1000 جنيه مع النادي الاهلي، فهو عايز لو راح في نادي في مصر ياخد نفس الرقم ما ياخدش اقل منه، عشان كده طبعا الامور ممكن تبقى صعبه شويه بالنسبه لانتقاله هنا في الدوري المصري، ممكن ربما نشوفه في تونس او في احد دول شمال افريقيا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيكون معايا لقاء مهم جدا عبر زوم، واحد من اساطير كره القدم في العالم، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني الان عبر زوم من انجلترا أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أسطورة المنتخب الإنجليزي، المهاجم الرائع روبي فاولر. يا فندم مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Absolute pleasure to be here. اليوم من دواعي سرور أن أكون هنا. بداية عايز أسألك على نادي ليفربول وما يقدمه ليفربول في الوقت الحالي بعد انتهاء هذا الموسم، رأيك فيما قدمه النادي على مدار هذا الموسم، ولماذا خرج من هذا الموسم دون بطولات؟ Well, I mean, first of all, I disagree. Well, I think they come out with a lot. Actually, I think they obviously won the League Cup. بعض البطولات نريد أن نعيد التفكير في النادي
العام الفائت أو الموسم الفائت لم نتأهل إلى دوري أبطال، لكنه لم يكن موسم سيء. لو لم يكن موسم سيء في رأيك، ما هي أكثر الإيجابيات اللي خرج منها أو بيها ليفربول من هذا الموسم؟ حينما نحلل هذا الموسم نجد بعض النقاط الجيدة وبعض المباريات الجيدة، وإن كنا في المركز الثالث سوف نتأهل لدوري أبطال أوروبا. وسبع أسابيع إلى نهاية الموسم وسوف نفوز بالمباريات، هذا موسم مليء بالإحباطات، ولكن نادي بحجم ليفربول يجب أن يؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. سؤالي القادم ليك، ليفربول كان في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قبل نهاية المسابقة بأسابيع قليلة جدا، لماذا تراجع ليفربول في النهاية؟ هل هو نقص أو عدم عمق في قائمة فريق ليفربول، أم هي أخطاء من المدرب يورجن كلوب اللي هسألك عن رحيله بعد لحظات؟ يوجد أسباب أخرى، الكثير يقولون يورجن كلوب أنه السبب الرئيسي، ولكن أنا أعتقد أن هناك بعض الأسباب الأخرى. كان يجب أن يفوزوا ببعض المباريات ويحرزوا أكثر من أهداف، وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم. في بعض الأوقات نريد أن نرفع القبعة لأرسنال ومانشستر سيتي. أرسنال قريبة من ليفربول، وبذلوا الكثير من الجهد ليصلوا إلى هذا، وكان موسم جيد لهم. مانشستر سيتي كان لديهم مدرب عظيم ولاعبين عظماء في البريمير ليج. أرسنال ومانشستر سيتي هم أفضل في هذا الموسم، وهذا ليس بشيء سلبي. سؤالي ليك وهو عن ليفربول، ومع يورجن كلوب أدى مباريات كبيرة جدا. الآن يورجن كلوب بعد مسيرة رائعة جدا يرحل عن ليفربول، تقييمك لمسيرة يورجن كلوب مع الريدز، وأيضا توقعاتك للريدز ما بعد يورجن كلوب؟ أعتقد أن المدرب الجديد ستكون فترة انتقالية، سوف يوجد الكثير من التغيرات في الدوري الإنجليزي، وسوف يستمر هذا لفترة طويلة، ولكن سوف يعيد قوة ليفربول، وكل لاعب سيلعب بامتياز للنادي. نادي ليفربول هو نادي أسطوري وبلعيبة عظيمة. محمد صلاح أيضا يقدم مسيرة رائعة جدا مع ليفربول على مدار هذا الموسم والمواسم الماضية. محمد صلاح، تقييمك لتجربته مع ليفربول العام الماضي، كسر أيضا رقمك القياسي كهداف لليفربول في الدوري الإنجليزي، كيف تعاملت مع هذا الأمر؟ هل تعاملت معه بحزن أم بسعادة؟
أعتقد أنه لاعب موهوب وعظيم ليس فقط لليفربول ولكن لمصر ولكرة القدم. حينما نجد محمد صلاح يحرز العديد من الأهداف هذا أسطوري. هو أنا حزين لكسر الرقم القياسي ولكن هذا جيد لمعجبين نادي ليفربول. أنا لدي بعض الحزن في قلبي بسبب كسر الرقم القياسي ولكن أنا سعيد كونه مفيد للفريق وهذا يفيد الفريق. نحن نعرف أنه لاعب عظيم سعيد أن محمد صلاح لاعب مصري عظيم كسر رقمي القياسي ولكنها صحبة عظيمة. بداية الموسم لمحمد صلاح كانت بداية رائعة مع نهاية الموسم تلقى بعض الانتقادات. تقييمك لموسم محمد صلاح والخلاف الأخير اللي حدث ما بينه وبين يورجن كلوب؟ أعتقد أن هذا يحدث في المباريات، يحدث بعض المشادات بين المدربين واللعيبة، لهذا ليس بشيء سيء وهذا يحدث عادة. هو بدأ الموسم بشكل جيد وأعتقد أن أمم أفريقيا أثرت عليه. محمد صلاح الذي ذهب ليس الذي رجع من مصر. الإصابة أثرت بشكل رئيسي في الموسم لكنه أحرز الأهداف وصنع الفرص. لا يوجد شيء نلومه بسبب ما حدث. هذا يحدث في كرة القدم ويحدث في النوادي. الناس سوف يصنعون قصة أكبر بسبب هذا وهذا يحدث كل يوم في كرة القدم في نوادي مختلفة. يحدث الكثير من الخلافات بين المدربين واللاعبين لكنهم يريدون أن يكونوا ناجحين. يورجن كلوب هو شخصية عظيمة وشخصية صادقة. دائما يوجد أوقات عصيبة في كرة القدم، ليست أول مرة وليست آخر مرة. محمد صلاح كلام وأحاديث كثيرة حول إمكانية رحيله عن ليفربول بعد نهاية هذا الموسم ومع الموسم الجديد وأنباء حول انتقاله إلى الدوري السعودي. تتوقع ايه اللي يحصل في مستقبل محمد صلاح؟ هل يستمر مع ليفربول ام ينتقل الى الدوري السعودي؟ ليس لدي إجابة صريحة ولكن أنا كمشجع لليفربول لا أريد أن يرحل. ومحمد صلاح هو شخص موهوب جدا ولكن الذي سوف يحدث له يرجع لهم. ولكن أنا أفهم ما الذي يحدث لأنه لاعب مهم. هو اللاعب المسلم رقم واحد في العالم والجميع يحترمه في كل العالم وليس فقط العالم الإسلامي. هذه شهادة لمحمد صلاح ولتاريخه. الدوري السعودي يريد أن يأخذ أحسن اللعيبة وبالنظر إلى محمد صلاح هو لديه مسيرة أسطورية.
أنا أعتقد أن أنا في خلال سنوات قادمة سوف نرى محمد صلاح في الدوري السعودي، لكنه سوف يصل مع اتفاق مع يورجن كلوب. رأيي الشخصي محمد صلاح سوف يذهب إلى الدوري السعودي. هل تلتقي مع محمد صلاح بشكل دوري؟ هل قابلته مؤخرا؟ قابلته مرات عديدة، لكن في النادي تناولنا بعض الحديث مع بعض. شخص موهوب ومتحدث جيد، مهتم بعائلته، هو لاعب جيد وشخص جيد. الدوري السعودي وما يحدث فيه من تطور وجذب للعديد من اللاعبين العالميين، هل تتوقع ان الدوري السعودي خلال السنوات القليله القادمه قد ينافس الدوري الانجليزي على ابرز واعظم الاسماء في كره القدم؟ أعتقد نعم، لأن البريمير ليج متنافس جدا، وهو خلف السوق الكروي، والدوري السعودي يتطور. نحن نعلم هذا لأن كرة القدم تتطور. إن كنت تريد أن تستقطب اللاعب العظماء سوف تصبح دوري عظيم، لكن ليس مثل البريمير ليج، ولكن سيكون دوري نتحدث عنه لسنوات عديدة. أن مستوى اللعيبة في تقدم، لديهم المواهب الفذة في العالم، وهذا سوف يجعله الدوري الذي سنتحدث عنه لسنوات عديدة. هناك لاعبة سوف ينضمون للدوري، والدوري سوف يصبح أفضل. أنا أعتقد أنه سوف يصبح جيد، وأنا استمتعت بوقتي هناك، والناس هناك رائعون وناجحين. حينما أنظر للماضي أرى النجاح، وأتمنى أن يصبح ذلك دائما. هل زرت مصر من قبل؟ هل تعرف عن الكرة المصرية الكثير، سواء المنتخبات أو الأندية المصرية؟ زرت مصر. About Samalek, you know, being interested in taking. This was before he got the إنما كنت أنا الدوري المصري متنافس، بيراميدز يقوم بأداء جيد. أنا أحب كرة القدم، أنا أتابع كرة القدم، أنا أتابع كل شيء في كرة القدم، ما المتاح. أعتقد أنه في المستقبل يمكن أن أكون في مصر. طيب، سؤالي القادم ليك وهو يخص بطولة اليورو القادمة، توقعاتك لمنتخبات اليورو، أبرز المرشحين وتحديدا المنتخب الانجليزي، رايك كيف في سؤال الحال؟ توقعاتك لبطوله اليورو القادمه، ابرز المنتخبات المرشحه وتحديدا رايك فيما يقدمه المنتخب الانجليزي. اوكي. اليورو هو بطولة متنافسة جدا، وإنجلترا لديها منتخب جيد. حينما نرى لتاريخ هذه البطولة، نرى المنتخب الإنجليزي من المنتخبات القوية،
أنه بطولة تنافسية جدا. أعتقد أن فرنسا من المنتخبات القوية جدا التي قد تفوز باليورو، ولكن المنتخب الإنجليزي سوف يقوم بعمل رائع. أنا أعتقد أنهم سوف يفوزوا بالبطولة. لدينا هاري كين ولدينا لاعبين آخرين، لدينا لاعبين في ريال مدريد، إنجلترا لديها العديد من اللاعبين الأقوياء في الفرق الأوروبية القوية. إنجلترا لديها فرصة عظيمة لنيل اللقب. مستويات كبيرة يقدمها عدد كبير من اللاعبين الإنجليز في الوقت الحالي، على رأسهم طبعا بيلينغهام مع ريال مدريد، فودن مع مانشستر سيتي، وآخرين ساكا مع أرسنال، وآخرين يعني من اللاعبين المميزين جدا حاليا. في رأيك شايف مين التشكيلة اللي هتكون الأنسب لمنتخب إنجلترا في اليورو؟ أنا ذكرت بيلينغهام، هو يلعب بشكل جيد، وبيلينغهام سيكون لاعب ممتاز في، وهاري كين أيضا بسبب أدائه وأهدافه سوف يكون عامل عظيم في المنتخب. لعبوا في إنجلترا، أنا أستمتع بمشاهدتهم. هذا جيد لمنتخب إنجلترا، لدينا العديد من اللاعبين الذين لديهم أداء عظيم، أنا أحب ذلك. وإنجلترا هي منتخب عظيم، نحن أقوياء كما نعتقد. إنجلترا لديها العديد من التنظيمات ولاعبون مستعدين. إنجلترا ممتنة للاعبيها العظماء. في كثير من الأوقات إنجلترا بيكون لديها منتخب قوي مثل هذا المنتخب القوي في الوقت الحالي، ولكن لا تستطيع إنجلترا في النهاية أن تفوز بالبطولات. لماذا لا تفوز إنجلترا بالبطولات حتى وهي في أفضل أحوالها على الإطلاق في أجيال مختلفة؟ إنجلترا لديها بعض العقبات، ولكنها لديها لاعبين عظماء واللاعبون الفرديون. ناس لا يعتقدون أنها بلد عظيمة، وهذا ليس بمشكلة لإنجلترا. لدينا الوقت لتحقيق البطولات، نحن نقوم بأفضل ما لدينا، ولكن إنجلترا لديها فريق عظيم. آخر بطولة لكن يوجد العديد من المنتخبات الأقوياء هذا الموسم. لدينا منتخبات أقوياء إسبانيا وألمانيا، لدينا فرق أوروبية عظيمة. لا يمكن تحديد من سوف يربح التروفي، هذا الذي رأيناه في آخر 5 أو 7 سنوات، أن إنجلترا تصبح أقوى فأقوى بلاعبيها. في رأيك في الوقت الحالي من هو أفضل لاعب في العالم؟
I mean, look, I don't know the answer to this. لا أعرف الإجابة, ولكن نرى كريستيانو رونالدو ونرى ميسي استحوذوا على البالون, على الكرة الذهبية والكرة في العالم. لكن أعتقد بيلينغهام, ليفاندوسكي, إيرلينغ هالاند لاعب أسطوري أيضا. Phil Foden will get a mention. Phil Foden, يجب ذكره. I mean Harry Kane. Harry Kane أيضا لاعب متميز. There's a few players there. يوجد بعض اللاعبة. معظمهم لاعبين إنجليزيين. ولكن Harry Kane has been incredible. I think he's certainly got a mention. معظم اللعيبة الذي ذكرتهم عظماء, مو صلاح أيضا لاعب عظيم. أعتقد أن هناك محادثة لن تخلو من محمد صلاح عندما نتحدث عن اللاعبين العظماء. فأنا أرى أداؤه في المنتخب والفريق. لو طلبت منك تشكيلة تاريخية تحب تلعب بجوارها, تشكيلة من أفضل اللاعبين على مر التاريخ تحب تلعب جنبهم من حارس المرمى حتى آخر خط, if I get an historical squad, لو أنا في تشكيل تاريخي, لو أنت في تشكيل تاريخي من حارس المرمى وأنت في هذا التشكيل مهاجم بداية من حارس المرمى حتى روبي فاولر. حسنا, في الدوري الإنجليزي بيتر شمايكل, ليفربول كان عظيم. Trent would be in it. Virgil van Dijk would be in it. Van Dijk أيضا. I think Steve McManaman would certainly be in it. You know, Steve McManaman was probably كان لاعب عظيما. أنا لعبت معه. Who else? Let's see. You know, John Barnes was. John Barnes أيضا كان لاعب متميز. And you know, I am talking Liverpool here, so you'll have to excuse me. أنا أتحدث عن ليفربول طبعا, والناس سوف تتوقع هذا, الناس سوف تتوقع لاعبين من أنحاء العالم, ولكن أنا مرتبط جدا وأثق جدا في نادي ليفربول. روشن كان لاعب جيد. Who else? Right, let's talk left back. You know what? Let's go for. الظهير الأيسر سوف يكون جيكسون. روب جونز was a great player. جورج. And these are all players who have played, you know, in the past. هؤلاء العديد من اللاعبين الذين أنا لعبت معهم. The more modern players. ولكن هناك لاعبة من الجيل الحالي من أي نادي عظيم. ستيفن جيرارد سيكون لاعب جيد في التشكيلة. لو بتلعب أنت ومحمد صلاح في تشكيلة واحدة, مين يكون هداف ليفربول؟ انا بالطبع انا ومحمد صلاح ايضا يعرف ذلك. انا العب في الوسط واليسار, ومحمد صلاح يلعب في الجهه اليمنى. انا اعتقد حينما ارى محمد صلاح وأداؤه وأهدافه والأسست وصناعات الأهداف, لو أنا بلعب في نفس الفريق سوف أحرز أهداف أكثر منه. أسطورة الإنجليزي روبي فاولر, أسطورة فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء, واحد من أمتع وأمهر وأحسن اللاعبين على مر التاريخ تحديدا مع المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول. بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل, نواصل, خليكم معنا. بص, لما تعوز تتكلم على القارة الأفريقية كلها على بعضها كده, في واحد ممكن يتكلم على القارة كلها يجيبها من أولها لآخرها, هو زميلنا المميز دوما صديق العزيز طارق طلعت. طارق منور الدنيا كالعادة. ربنا يخليك يا كريم, شكرا على كلامك الجميل ده. أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. كله حلو؟ بخير الحمد لله. الحمد لله بخير. كويس, بتسلم عليك. كله كويس, بتسلم عليك. طيب هبدأ معاك
فيما يخص القارة الأفريقية بأبرز لاعب أفريقي موجود في الدوري المصري بقى له سنوات مع النادي الأهلي وهو بيرسي تاو. بيرسي تاو سمعنا أنه عنده عروض أو بيفكر في عروض أو النادي الأهلي بيفكر أنه هو يبحث العروض المقدمة له. هل فعلا بيرسي تاو عنده عرض في جنوب أفريقيا؟ في الحقيقة يعني هو بيرسي تاو دلوقتي مثير للجدل في جنوب أفريقيا، وربما الحديث رقم واحد في جنوب أفريقيا هو عن بيرسي تاو بسبب شقين يا كريم. أول شق أن الكل مترقب مصير بيرسي تاو مع النادي الأهلي، وبالمناسبة هو مازال حتى وإن كان بمر بفترات مش مستقرة مع النادي الأهلي على الصعيد الفني، لكن بيرسي تاو يبقى أنه هو عملة ذهبية أو سلعة رائجة في كل القارة الأفريقية. كل يعني كل الصحافة وكل الجماهير في جنوب أفريقيا مترقبة النادي الأهلي هيحسم إزاي مستقبل بيرسي تاو، سواء أنه مكمل رحلته الناجحة والناجحة جدا مع النادي الأهلي، أو هيكون في فصل جديد في قصته مع الساحرة المستديرة. ليه بنقول أن بيرسي تاو مثير للجدل دلوقتي في جنوب أفريقيا؟ بسبب نادي كايزر تشيفز. نادي كايزر تشيفز بقالنا مثلا أسبوع أو عشر أيام إحنا شايفين حالة من الغليان عند جمهور كايزر تشيفز. وبالمناسبة يا كريم، جمهور كايزر تشيفز هو يعتبر الشعبية رقم واحد في جنوب أفريقيا، ربما تتجاوز بكتير بكتير جدا شعبية سان داونز، والمنافسة بينهم كبيرة جدا فيما يخص الشعبية اللي هي محسومة بشكل كبير لكايزر تشيفز. جمهور كايزر تشيفز عامل حالة جميلة جدا يا كريم على السوشيال ميديا وفي التفاعل مع البرامج سواء على التلفزيون أو على الإذاعات في جنوب أفريقيا بسبب بيرسي تاو. قد إيه الجمهور بيكلم بيوجه رسائل للإدارة أن هو يجب أن أنتوا تبدأوا تكسروا كل الحدود المالية وتجهزوا بيه فلوس وفلوس خيالية تحسبا لبيرسي تاو، بل أن الجمهور مضى بشكل كبير جدا لا أن أنتوا مفروض في الوقت الحالي مش بتكسروا الخزان بس، لأن أنتوا بتتحركوا خطوة ناحية النادي الأهلي، خطوة مفيش نادي في جنوب أفريقيا يجرؤ ان هو يعملها في الوقت الحالي، ان هو يبدا يبعت عرض للنادي الاهلي ياخد لعيب من عنده وهو مش مجرد اي لعيب، ده هو نجم الفرقه، خاصه ان الانديه في جنوب افريقيا عارفين ان الانديه المصريه هي قاطبه او مستجذبه للنجوم مش طارده ليهم للدوري في جنوب افريقيا. وبالتالي بيرسي تاو ينتظره ربما عرض مغري من كايزر تشيفز، والنادي الاهلي طبعا ينتظر هذا العرض بناء على ضغط جماهيري هناك. ده الضغط الجمهوري. طيب المعلومه بتاعتنا بقى في الرقم 10، كايزر تشيفز كاداره بتفكر في ايه؟ لا الحقيقه او المعلومه اللي جات لنا ان كايزر تشيفز بصراحه مش بيفكر في بيرسي تاو، مش عشان هو لعيب مش كويس، لكن اداره النادي شايفه ان الوقت الحالي الخزائن يجب ان تفتح لمدير فني مش للاعب. هم عندهم اتصالات بعدد من المديرين الفنيين، لسه ما تمش الكشف عن الكل، لكن يبقى بيتسو موسيماني هو المرشح، ربما يكون الابرز ان هو يرجع تاني لجنوب افريقيا. يعني موسيماني ممكن يروح كايزر تشيفز، ممكن خاصه بيرسي تاو. دي بقى حاجه تانية، بس بس نيه الاداره دلوقتي ان هما مش بيفكروا في بيرسي تاو، مش من الناحيه، مش عشان الناحيه الماديه لا، عشان الناحيه الفنيه. دي من نقطه. من نقطه تانية ان تركيزهم في الوقت الحالي على مدير فني يبقى اسم كبير، عندهم امل ان هما يكونوا موجودين على منصات التتويج في بطولات الانديه، خاصه في ظل. عايز اسالك كمان بالمناسبه على جنوب افريقيا، سان داونز ومكوينا، ممكن كان عامل مشروع حلو لسان داونز، بس سان داونز مش قادر يعني يكسب دوري ابطال افريقيا. ما صحيح كسب البطوله المستحدثه الجديده، بطوله السوبر، دوري السوبر الافريقي، بس ما عملش اللي هم عايزينه ان هو يكسب دوري ابطال افريقيا. في الحقيقه كريم دي نقطه مهمه جدا، يعني وجهه نظري ان النادي الاهلي هيكون احد الاسباب الهامه ان مكوينا المشروع اللي الناس كلها بتبص له ان هو يفشل في اللي هو قاله، مش في المعايير حتى اللي محطوطه له يا كريم. يعني هو وقع عقد من فتره بعد لما تم تصعيده كمدير فني للفريق الاول لسان داونز، العقد كان 4 سنين، الاداره ما كلمتوش في حاجه، لكن هو تطوع جاهدا وكلم الجمهور قال لهم ان بيتسو موسيماني المدير الفني التاريخي لسان داونز احتاج 8 سنين علشان ياخد واحد دوري ابطال افريقيا اللي نجح ان هو يحققه على حساب نادي الزمالك. قال لهم ادوني 4 سنين فقط وانا احقق
بطولة. لقب دوري ابطال افريقيا مش اي بطوله، هو بالنسبه طبعا. لهم المشروع هو دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه يعني يعني هو لقب بالدوري الافريقي نجاح، لكن مش اللي هو بنفسه يا كريم اتكلم عليه. هو اتكلم قال اذا احتاج بيتسو موسيماني 8 سنوات لتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا لسان داونز، انا محتاج امنحوني فقط 4، ما بقولش ادوني 20 سنه. لا بس هو حظه وحش. بس هو لا هو حظه وحش عشان الاهلي في افريقيا موجود. لو الاهلي مش في افريقيا ممكن تكسب، لكن الاهلي موجود. فالسيناريو هو بالنسبه له كمان حتى يا كريم يعني السيناريو اللي هو رسمه النادي الاهلي احبطه لدرجه ان هو انا وجهه نظري هيبدا يتحول في نظر الجمهور لمدير فني فاشل، بعد ما كان مدير فني يعني مش قادر اقول فاشل بالكليه، لكن فشل في حاجه هو اقتطعها على نفسه وما كانتش مطلوبه منه. والسبب النادي الاهلي خلص عليه، والسبب النادي الاهلي خاصه يا كريم ان برضو في نقطه مهمه هو فشل فيها مره تانية او ربما دي تكون رقم واحد. قبل الموسم اللي هو قبل بطوله الدوري الافريقي هو طلع في مؤتمر شهير جدا يا كريم وقال ان انا هتبع اسلوب الحرباء بالذات بسبب الاهلي بسبب الوداد بسبب الترجي بسبب انديه شمال افريقيا اللي هو قابلها مؤخرا في دوري الابطال. طب اشرح لنا ايه اسلوب الحرباء؟ فقال ان انا مش هتشوفوا سان داونز بيلعب الكره البرازيليه لما بيجي يقابل الاهلي، مش هتشوفوه بيلعب اللعب المفتوح لما بيلعب الوداد. هو كان بيقصد ان هو يتكيف مع الاسلوب الترجي في رادس ومع اسلوب الاهلي في القاهره ومع اسلوب الوداد في الدار البيضاء. وللاسف يا كريم الاسلوب ده برضو فشل لما قابل الاهلي وفشل لما قابل الترجي مؤخرا، والترجي كتب خروجه من دوري ابطال افريقيا. عظيم. طيب بما اننا لسه في سان داونز عايز اسالك على سيرينو، هو لسه الاهلي مهتم بسيرينو ولسه ممكن سيرينو يجي الاهلي ولا الكلام ده اتقفل خلاص؟ بص يعني سيرينو بصراحه كريم تحول لقصه ماساويه بسبب النادي الاهلي برضو. قول لي ليه. ليه هي كلها بالحقائق والبراهين طبعا. يعني قصه سيرينو مع النادي الاهلي دي يا كريم انا بشوفها من الحاجات الكلاسيكيه في انتقالات الكره الافريقيه. طبعا انت عارف ان مثلا الكره على الصعيد الاوروبي في حاجات وقصص كبيره فيما يتعلق بانتقال لعيب معين فشل في الدقيقه مش عارف كام وكان في دقيقتين ومفروض لعيب هيروح فلان في نادي فلاني في اوروبا لكن ده ما حصلش. نفس الامر بالنسبه لسيرينو. انت عارف ان النادي الاهلي حتى قبل وجود بيتسو موسيماني الاهلي كان بيسعى خطوات وخطوات جاده ان هو يتعاقد مع سيرينو بسبب تألقه مع سان داونز، لكن سان داونز عندهم قاعده ثابته ان هم مش هيفرطوا في اي لعيب لاي فريق بينافسهم في القاره خاصه النادي الاهلي. ده رقم واحد نخليها على جنب. طيب بيتسو موسيماني تولى تدريب النادي الاهلي طلب بشكل واضح وصريح من اداره النادي الاهلي انا محتاج جاستن سيرينو يكون معايا موجود في الفريق، والنادي الاهلي تقدم بعرض رسمي والموضوع ده كله معروف. الامر طبعا اداره سان داونز رفضت واحنا قلنا ليه. الامر وصل ان موسيماني يسخر من اداره سان داونز في القصه دي بتصريح مشهور جدا يا كريم. قال لك انا كبيتسو موسيماني عارف كيلان امبابي سعره كام لكن ما اعرفش سيرينو سعره كام. وفعلا الصفقه فشلت للنادي الاهلي. فجر الموضوع جاستن سيرينو لما طلع قال في الاعلام انا محتاج ان انا اروح النادي الاهلي. من هنا بدات المشاكل. بدات المشاكل ان هو حالته النفسيه تاثرت برفض سان داونز عرضه للنادي الاهلي فاصبح مستوى اللاعب بيتراجع. بالامر وصل ان بيحصل زي عارف يا كريم زي مساله تخوين من منظومه سان داونز للاعب ان انت اصبحت متخاذل تبعتنا يعني اصبحت ما بتديش بنفس المردود اللي انت كنت عليه قبل قصه الاهلي وقبل تصريحك المشهور. وبناء عليه سيرينو هيمشي من سان داونز لحد النهارده لا مش معروف، لكن رولاني مكوينة حسم أموره قال إن ده مش هينفع يكون موجود معايا لسبب بسيط من وجهة نظر رولاني مكوينة إن سيرينو مش عاوز يبقى موجود. بالمناسبة هو لعب تقريبا حوالي 25 ماتش جاب فيهم تقريبا 5 أهداف، الأرقام مش حاضرة في ذهني بالظبط لكن مش المردود
بتاع سيرينو هو متبقي له الموسم ده، فالناس كلها مترقبه هل اداره صن داونز هتاخد براي المدير الفني ان هو خلاص مش محتاجه، لان شايف ان سيرينو مش محتاج، يعني مش عاوز يبقى موجود في صن داونز، ولا هيتم تجميده زي ما حصل الفترات اللي فاتت. بالمناسبه يا كريم، اخر فتره كان في جلسه مصارحه بين سيرينو وبين اداره صن داونز، اداره النادي والاداره الفنيه، واللاعب وعد ان هو يقدم اقصى ما عنده، لكن ده ما حصلش. حلو، انا عايز اخدك بقى بسرعه عشان الوقت بيداهمنا زي ما بيقولوا. يعني الكاميرون ما شاء الله دلوقتي عندهم 2 مديرين فنيين، واثنين مديرين فنيين عندهم فرقتين، والحياه ماشيه بشكل غريب جدا للمنتخب الكاميروني. يعني يا كريم اللي دي حصل. يعني دي 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 قصه وفيلم انت ما تشوفوش في هوليود، ما تشوفوش قصه طريفه. طبعا احنا الناس كلها تابعت ان في خناقه، لكن تفاصيلها مش معروفه لناس كتير. في خلاف بين صامويل ايتو رئيس اتحاد الكوره وبين وزاره الرياضه في الكاميرون. وزاره الرياضه في الكاميرون معروف من زمان يا كريم، من اكتر من 40 سنه، ان المنتخب الاول ده مهم ليها، وربما هو يكون رقم واحد. صامويل ايتو شايف ان هو عنده فيجن، وان هو راجل نجم كلاعب، وراجل نجح برضه في بعض الامور الاداريه، فشايف ان هو لا حقه. اداره او وزاره الشباب والرياضه الكاميرونيه راح جايه جايبه مدرب بلجيكي اللي هو مارك بريس، وقالت انت المدير الفني المنتخب الكاميرون، هو الراجل فرح خلاص انا هدرب الاسود الغير مروضه. لكن فوجئ ان في هو طلب صامويل ايتو طلب اجتماع مع الراجل، اجتماع ما خليش من الدراما ان هو اصر ان يبقى في طرد لمندوب وزاره الرياضه، خاصه ان هو انت في مكتب اتحاد الكوره، فانت في مكاني، فانا اقول مين يبقى موجود ومين لا. الدراما كملت بمشاده بين صامويل ايتو وبين المدرب البلجيكي اللي عبر طبعا عن غضبه. صامويل ايتو خرج من الاجتماع ده وهو عقد العزم ان هو هيفجر الموضوع. النهارده الصبح جاي مطلع الاتحاد الكاميروني بيان رسمي بتعيين مارك مبيلي، ده مدرب وطني مدير فني للمنتخب الكاميروني. الامر خلص كده؟ لا ما خلصش كده. المدرب البلجيكي بعت قائمه ليستدعي فيها اللعيبه اللي تلعب في اوروبا واللعيبه اللي تلعب في الانديه المحليه. المدرب المحلي بعت قائمه فيها عناصر مشتركه وفيها عناصر جديده، فاصبح ده عنده قائمه لوزاره الشباب والرياضه، ده عنده قائمه للاتحاد الكاميروني. صالات الزين دول المفروض بقى يتجمعوا. مفروض في مؤتمرين. مفروض في عندنا ماتشين مع الراس الاخضر ومع انجولا، كل واحد يلعب ماتش، كل واحد ياخد فليته ويلعب ماتش، فالعالم مترقب بقى، او ده ياخد دكه وده ياخد دكه. طبعا حاجه كوميديه قوي. طيب فالعالم كله مترقب. اخر حاجه ومعايا دقيقه بالظبط، كاس الامم الافريقيه مغرب 2025 هيتلعب امتى؟ الاتحاد الافريقي، ودي معلومه يعني حصريه للرقم 10، الاتحاد الافريقي لحد الدقيقه دي يا كريم ما يعرفش ميعاد البطوله. يا سلام بامانه، واحنا مش هنعرف. لا احنا مش هنعرف. في بقى شد وجذب، لكن المعلومه الاكيده والتي لا تقبل اي تشكيك ان يعني البطوله المفروض تقام كمان شهور قليله، دي مش معروفه تلعب امتى. لك ان تتخيل، وهي مفروض ان البطوله اللي الكاف بيستناها من السنه للسنه، لان طبعا الناس كلها والحديث كتر في الموضوع ده، ان هي دي البطوله الوحيده اللي بتكسب الاتحاد الافريقي. الاتحاد المغربي عنده امل يا كريم ان هو يعمل بطوله ناجحه جدا، خاصه ان البطوله اللي كانت في كوت ديفوار نجحت. صحيح. نجحت بكل المقاييس وعلى بالصعيد الرقمي. فالحد المغرب عايزين يعلوا بقى، عاوزين يعملوا بطوله تليق باسم الاحداث اللي بتنظمها المملكه المغربيه. لكن المشكله لحد دلوقتي ولا مسؤول في الكاف يعرف امتى هتقام البطوله. سلام طارق، شرفت ونورت كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك كالعاده، القعده معاك ممتعه والمعلومات عظيمه. شكرا يا كريم، انا اسعد. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. هيشرفني وينورني الزملاء الاعزاء حسام زايد، عمرو ثروت، ومهاب ممدوح، وكثير ايضا من الكواليس المهمه. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره الاصدقاء الاعزاء حسام زايد وعمرو ثروت ومهاب ممدوح وكثير من الكواليس المهمه. حسام منور الدنيا. ازيك يا كريم؟ مبسوط ان انا معاك، ومبسوط طبعا مع الزملاء الاعزاء، وبهنيك في البدايه على الحوار المميز مع طبعا بلاتر، ويعني حديث العالم كله، مش بس مصر ولا وكالات الانباء هنا، لكن حقيقي كعادتك مميز يعني. يا رب يخليك يا حسام.
عمرو منور الدنيا كده. يا كيمو مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله بخير، كله تمام. مهاب منور الدنيا، مساء الفل يا كيمو، سعيد بتواجدي معاك ومع حسام وعمرو. طبعا انا اسعد. طيب حسام هبدا معاك، يلا بينا. في عناوينك الاولى عنوان شكله لذيذ، رساله مارسيل كولر لحسام حسن. صحيح. طيب احنا رسالة. احنا طبعا تابعنا امبارح، شفنا انه النادي الاهلي طلع بشكل رسمي انه الكابتن خالد بيبو كان في جلسه مع الكابتن حسام حسن في المعسكر مع المنتخب، لما لاعيبه النادي الاهلي وصلوا معسكر منتخب مصر طبعا استعدادا لبوركينا فاسو وغينيا بيساو. مش عارف يعني، في جزئيه الناس ما تعرفهاش انه حسام حسن ومارسيل كولر لعبوا قصاد بعض قبل كده لما كان حسام في الدوري السويسري، فيعرفوا بعض. دي المفاجاه اللي انا يعني اتفاجئت بيها. حسام حسن احترف قبل كده في الدوري السويسري، وكان وكان مارسيل كولر لاعب في الفتره دي في احد الفرق، فكولر عرف حسام حسن، عارفين بعض، وكان في بينهم مكالمه قبل كده. حسام حسن بيعتبر ان كولر من اكتر المدربين المساندين ليه، وفعلا هو كلمه قبل كده وتمنى له التوفيق. كان على هامش الجلسه بتاعه الكابتن خالد بيبو مع كابتن حسام حسن رساله ضمنيه بانه يعني مارسيل كولر بيعتز بحسام حسن وبيتمنى له التوفيق في المباراتين، مع الرساله اللي كانت طبعا الاساسيه اللي كانت فيما يخص الاحمال للاعبي النادي الاهلي. وكان في الكواليس في الجلسه الخاصه بكابتن خالد بيبو مع كابتن حسام حسن انه قال له انه لاعبي النادي الاهلي وصلوا الى قمه المعدل الخاص بالاحمال، فبين قوسين مش عايزين يحصل لهم انتكاسه في الاحمال في معسكر المنتخب، وده لصالح منتخب مصر، وعلشان انت ككابتن حسام حسن تاخد منهم افضل شيء او افضل مستوى انت محتاجه في مباراه بوركينا فاسو او مباراه غينيا بيساو. كان في تفاهم كبير جدا ما بين الكابتن حسام حسن مع الكابتن خالد بيبو، وكمان بالتنسيق مع مدرب الاحمال البرازيلي لمنتخب مصر، وفي تفاهم كبير جدا ما بين المنتخب وبين النادي الاهلي. حلو. علي معلول، كان ملف تجديده مؤجل لحين انتهاء مباراه الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، ما هو الموقف الان؟ الموقف الان طبعا علي معلول بيلقى يعني تاييد ودعم كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، مش بس عشان خاطر الاصابه او الموقف اللي معلول موجود فيه دلوقتي، ولكن معلول من كابتن، انت طبعا عارف ان معلول من افضل اللعيبه اللي افتدوا قميص النادي الاهلي. هيكون في جلسه ما بين مارسيل كولر والكابتن محمود الخطيب بعد عوده مارسيل كولر من الاجازه الحاليه في سويسرا لحسم مستقبل علي معلول، ولكن في رغبه داخل النادي الاهلي بشأن تجديد علي معلول. هيتم رفع اسمه من القائمة بتاعة الموسم الجديد ويرجع تاني يضاف في يناير. القصة دلوقتي ما بقتش قصة ماليات على قد ما هي قصة ان مارسيل كولر يعني كان ليه تصريح كده في اليومين اللي فاتوا بيتكلم في قصة ان معلول مع السن مع الوقت لسه قدامه وقت عشان يرجع تاني يتحط، فهو الحته دي قلقة شوية بالنسبة لمارسيل كولر، فهو بقى يعني بشكل احترافي هو بدأ يبص بقى ايه مين البديل. يعني معلول معانا وهيبقى ان شاء الله موجود، لكن هو دلوقتي بيتكلم ان هو عايز يتم توفير البديل المناسب في الجبهة اليسرى. طيب ماذا عن زيزو؟ زيزو مع كل اقتراب فترة انتقالات بيبقى فيه حديث، هيمشي هيقعد هيجدد اكتر او هيمد عقده، ولا خلاص كده هتنتهي او هينتهي مشواره مع نادي الزمالك، الموقف بالنسبه لزيزو؟ طيب خليني احكي لك الاحكام الاولها يا كريم. البدايه جت من جلسه عقدها الاستاذ ممدوح عباس مع زيزو في بدايه الشهر الجاري، ويمكن الجلسه كانت معلنه لان استاذ ممدوح عباس اعلن عبر حسابه الرسمي على اكس انه بشر جماهير الزمالك ان زيزو مرحب بالتجديد ومستمر مع الزمالك، وفعلا زيزو في الجلسه دي، الجلسه كانت وديه، رحب بالتجديد. في جلسه ثانيه كانت سريه بعد مباراة الأهلي يا كريم في الدوري، اتفقوا فيها على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد لزيزو، وده اللي خلينا أقول لك إن زيزو مكمل في الزمالك. طب تفاصيل العقد إيه؟ زيزو مكمل موسمين في الزمالك أو هيجدد موسمين، المبلغ المالي اللي هيتقاضاه إيه؟ ما يقرب من 40 مليون جنيه سنوياً. 40 مليون جنيه سنوياً دي عبارة عن 10 مليون امتيازات خاصة، بنود إعلانات وبنود خاصة بالتسجيل والصناعة والبطولات طبعاً، و30 مليون جنيه راتب سنوي. طب هل إدارة الزمالك هتتحمل وحدها المبلغ ده أو الراتب السنوي لزيزو؟ لا، إدارة الزمالك معاها مجموعة من رجال الأعمال طبعاً من بينهم أستاذ ممدوح عباس هيتحملوا راتب زيزو، اللي كان استثنائي الحقيقة، مش هيحصل تاني في غرفة ملابس الزمالك. يعني مفيش لاعب يا كريم
هيوصل للرقم اللي هيحصل عليه زيزو مع العقد الجديد. طيب خليني اقول لك موعد الاعلان عن تجديد عقد زيزو امتى؟ فور حل ازمه القيد بشكل نهائي اللي هم بيسعوا دلوقتي ان هم يحلوها من خلال مفاوضات مع ابو طيب وطبعا تسديد مستحقات روي اجواش. ففور حل ازمه القيد بعدها بشهر تقريبا هتلاقي تجديد عقد زيزو رسميا في الزمالك لمده موسمين. عظيم جدا. طيب العنوان الثاني عند حسام زايد، مفاجاه من الكابتن ابراهيم حسن للاعيب المنتخب، ما هي المفاجاه؟ طبعا امبارح زي ما احنا عارفين كان اول يوم في التجمع، كان في 24 لاعب موجودين باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف. الكابتن ابراهيم حسن كان مجهز مفاجاه ساره للاعبين. اولا الكابتن ابراهيم حسن طلب انه يكون في زي جديد للعيبه من الشركه الخاصه بالملابس بالتنسيق مع اتحاد الكره، واللبس اللي ظهر امبارح ده اول مره للعيبه بشكله الجديد علشان يكون يعني حافز معنوي للعيبه. حافز تاني جبنا لبس جديد الحمد لله. حافز تاني بقى حافز مادي. المعلومه اللي عندنا من داخل المنتخب انه ما كانش في لائحه قبل كده للعيبه. كانش في لائحه؟ امال بياخدوا الكفاءات ازاي؟ دي ده اللي الكابتن ابراهيم قاله للعيبه. وانه هو عمل لائحه بالاتفاق طبعا مع اتحاد الكوره باثر رجعي. اللعيبه ليها طبعا مكافئات من قبل كده، عمل لائحه دي باثر رجعي وخد الموافقه عليها، والفلوس اتصرفت امبارح باثر رجعي للعيبه عن المباريات الماضيه. يعني يعني معانا لقطات من المعسكر المنتخب استقبال اللعيبه، نجيب لقطات الشباب بيسلم عليهم وبعد كده بيستلموا الشيكات مباشره. سلام. فكانت مفاجاه للعيبه، وكمان وصل لهم رساله مع محمد الشناوي انه طبعا اللائحه دي هتطبق فورا، كمان يعني مباراه بوركينا فاسو بمجرد ما ان شاء الله ربنا يكرم منتخبنا الوطني ويكسب اللعيبه هتاخد مكافئات فورا، مفيش خلاص موضوع تاجيل المكافئات او الكلام ده كله مش هيحصل تاني. دي رساله ضمنيه نقلها كمان الكابتن ابراهيم حسن للعيبه من خلال محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا. اذا هو عمل لهم حاجه معنويه، اللبس الجديد ومكافاه الماديه الخاصه باللائحه الجديده المعتمده اللي هتطبق، وكمان استلامهم للمكافئات اللي كانت قبل كده. حلو قوي الكلام ده. حلو قوي، حلو، ذكيه من الكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام حسن، ذكيه جدا. وفكره انه اللعيبه كمان كان عندها مشكله انه مش لاقيين اللي يجيب لهم حقهم، يعني لا على فكره، على فكره يعني. كمان الحاله المعنويه بعد الحركه دي امبارح مرتفعه جدا في المعسكر، واللعيبه كلها متحفزه للماتشين وان شاء الله. عارف يعني وانت بتتكلم كده في ناس بتبقى بتتفرج علينا تقول لك ايه؟ ان هو لعيبه المنتخب دول هم احسن لعيبه في مصر واحسن لعيبه محترفه، يعني كانوا فرحانين عشان ياخدوا شويه مكافئات في المباريات اللي فاتت. دايما بقول في القصه دي ان انا باخد فلوس شغلي بغض النظر بقى انا محتاجهم ولا مش محتاجهم، مش شرط يكون مزنوق عليه قصاده، ممكن يبقى في بعض اللعيبه عندها قصاده ومزنوقين برده، مش دي الحكايه، بس انا باخد مجهودي وتعبي خدت المكافاه بتاعته طبعا. وانا يعني انت حاجه خلاص ده معروف في العالم كله، مش يعني اذا كان المنتخبات اكبر منتخبات العالم في كره القدم، اذا كان منتخب فرنسا او غيره عندهم لائحه مكافئات وبياخدوا فلوسهم، يعني ما هو طبيعي. يعني اللعيبه المحترفه بره كمان يعني نفس القصه، بس حاجات معنويه بجد. يقول لك ايه الحق دول متضايقين عشان المكافئات، هم دول محتاجين. لا محتاجين يعني عادي، ما شغلي وتعبت فيه وعايز اخد المكافاه. صحيح. الميزه كمان ان هو هياخدها بعد الماتش، يعني زي ما بيقول مباشره، مش هنستنى بقى شهر شهرين على ما الحاجه تيجي. هي. هي. ماذا عن بيرستاو؟ بيرستاو كان في اللقطه اللي حصلت بعد مباراه الترجي وكان متضايق ومتنرفز وهو خارج، بيرستاو مكمل مع النادي الاهلي ولا هيمشي؟ بص لو سالتني السؤال ده مثلا قبل ماتش الترجي كنا هنتكلم 50-50 ما بين او ما بين لا. في الوقت الحالي في انفتاح داخل النادي الاهلي وتحديدا شركه الكوره ولجنه التخطيط والجهاز الفني على فكره ان بيرستاو يكون ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي. بيرستاو نفسه مش مرتاح في التعامل مع الجهاز الفني وتحديدا مارسيل كولر، اشتكى اكتر من مره من فكره الاستبدال في المباريات. بدا يشوف العروض اللي جايه له، هو عنده حاجات في جنوب افريقيا من كايزر تشيفز، وبالاضافه لده عنده عرض كمان من احد الانديه القطريه، وفي كلام على السعوديه ولكن لسه مش بشكل رسمي بالنسبه لبيرستاو. فالديل اللي ممكن يتعمل دلوقتي ان بيرستاو يخرج نهايه الموسم من النادي الاهلي، النادي الاهلي يستفيد ماليا من بيع بيرستاو، وفي نفس الوقت في رغبه داخل النادي الاهلي في غربله حته الاجانب، هو عايز يجدد الدماء، عندنا ارتباطات مهمه جدا الفتره الجايه كاس العالم للانديه 2025، وبالتالي بيرستاو قد يرحل عن النادي الاهلي نهايه الموسم الحالي. انا عايز افهمه، بيرستاو ده الموسم الماضي مع مارسيل كولر افضل لاعب داخل القاره الافريقيه، تمام، ايه اللي حصل؟
اللي حصل المدرب اللي مش عاجبك دوت خلاك افضل لاعب داخل الكره الافريقيه. دي حقيقه. بيبس تاو بص يا كريم من اللعيبه برضه اللي هي المزاجيه شويه يعني. فهو فكره الاستبدال او فكره مثلا ان هو يقعد على الدكه هو برضه من اللعيبه اللي ما بتحبش تتغير، واشتكى قبل كده اكتر من مره من حته الاستبدال، ودخل في ازمه مع الجهاز الفني بعد ماتش سيمبا التنزاني في ربع النهائي. فالقصه كلها هي بتبقى تعامل نفسي، لو انا مش مفتاح في التعامل معاك او انت مش مفتاح في التعامل معايا عمر لا انت هتديني شغل ولا انا هديك شغل. فهي دي القصه دلوقتي بالنسبه لبيبس تاو. عظيم. طيب ولكن عايز. دايما نقول ان في متغيرات. الموسم لسه لم ينتهي، ومارسيل كولر لم يبلغ اداره النادي الاهلي او لم يمنحها الضوء الاخضر لرحيل بيبس تاو. وارد جدا بيبس تاو يتالق الفتره الجايه ويرجع تاني يبقى احد النجوم اللي بيعتمد عليهم مارسيل كولر، وبالتالي هيتم الاستمرار الموسم الجاي، لان خلي بالك عقده لسه قدامه سنه. فكل ده متغيرات احنا لسه نص الموسم يعتبر. مفهوم. طيب شيكابالا اعتزال ولا مكمل؟ شيكابالا يعني استقر ما بينه وبين نفسه يا كريم ان هو يعتزل بنهايه الموسم المقبل. المقبل. لكن في محاولات من جانب مجلس اداره نادي الزمالك والمقربين منه ان هو يستمر لمده موسمين. ماشي. ويكمل عقده لمده موسمين بناء على قناعات حتى من جوزيه جوميز نفسه ان هو قادر يكمل. طب شيكابالا هيعمل ايه بعد الاعتزال؟ خلينا اقول لك ان كابتن حسين لبيب عرض على شيكابالا تجهيزه لمنصب مدير الكوره، لكن شيكابالا رفض الامر تماما ورافض المنصب ده. شيكابالا عايز يتجه للتدريب، وبدايه من الموسم الجاي اللي هيكون شيكابالا بيلعب فيه برضه هيجهز دورات تدريبيه او التجهيز للرخص او الحصول على الرخص التدريبيه تمهيدا للاتجاه للتدريب. وفي اتفاق مبرم ما بينه وبين مجلس اداره الزمالك ان هو يتولى احد فرق قطاع الناشئين بنادي الزمالك فور اعتزاله مباشره لتجهيزه بناء على قناعات تامه من جانب اداره الزمالك ان هو ابن النادي ويستحق مساعده النادي في الجزئيه دي. لكن منصب اداري او منصب داخل الجهاز الفني كمدير كوره شيكابالا رافض الامر تماما ومركز في فكره ان هو يكون مدرب. مفاجاه دي، انا كنت متصور ان شيكابالا ممكن ياخد خلص رافض فكره الإدارية. مدير الكوره وحاسس ان هي هتبقى لود عليه، هيبقى في ضغط عليه اكبر يعني. خاصه ان مسيره شيكابالا ما كانتش يعني هادئه بعض الشيء، فهيبقى في لود حتى من تعامل اللعيبه معاه. لكن الاتجاه للتدريب هو الحل الامثل او الانسب بالنسبه لشيكابالا. محمد شريف ليه ما انضمش للمعسكر امبارح وحكايه تريزيجيه مع الكابتن حسام حسن؟ طيب يعني محمد شريف وتريزيجيه يمكن الموضوع متشابه شويه مع الكابتن حسام حسن ومعاهم حمدي فتحي. كابتن حسام شايف ان الثلاثه دول من المحترفين تحديدا اكتر الناس التزاما وحرصا على التواجد والمبادره، على التواجد دايما بيتواصلوا، دايما هم اللي بيبادروا الكلام ده كله. وصل تريزيجيه بمجرد ما خلص اخر ماتش ليه في مع فرقته، وصل مصر ساب شنطته في البيت دخل على المعسكر على طول، ما خدش ولا يوم راحه تريزيجيه. الكابتن حسام حسن بالنسبه لتريزيجيه بالمعنى الحرفي كده بيقول فيه شعر في تريزيجيه ومدى التزامه وحماسه مع المنتخب. محمد شريف ايه اللي حصل؟ محمد شريف وحمدي فتحي كمان نفس القصه في الالتزام، لكن محمد شريف خلص مبارياته مع الفريق وفي الدوري السعودي يوم الاثنين ما لقاش تذاكر طيران بسبب ازدحام الموسم دلوقتي طبعا ما بين السعوديه ومصر وموسم الحج وكده. فهيوصل ان شاء الله باذن الله الساعات القادمه يعني، المفروض هيصل وينضم بكره ان شاء الله مباشره لمعسكر منتخب مصر، وده طبعا بالاتفاق مع الجهاز الفني. علشان كده محمد شريف ما انضمش امبارح زي ما كان متفق عليه يعني. ده فيما يخص محمد شريف وتريزيجيه. محمد صلاح هينضم امتى؟ محمد صلاح فين دلوقتي؟ الناس كلها بتسال هو محمد صلاح، فين؟ محمد صلاح موجود في العالمين. في مصر. موجود في مصر في العالمين. كنا دايما بنشوف طبعا يعني المصيف بتاعه بره وبنقول امتى محمد صلاح يكون موجود في مصر، فهو موجود حاليا في العالمين مع اسرته بيقضي يومين كده راحه، وهو بلغ يعني اللاعبين المقربين في المنتخب منه ان هو هينضم ان شاء الله للمنتخب يوم السبت اللي هو 1 يونيو، وده معروف الى حد ما بالنسبه. هو لسه لحد النهارده لسه ناس بتشكك تقول لك انه محمد صلاح ممكن ما يجيش المعسكر. لا محمد صلاح خلاص بنسبه ان شاء الله 100% موجود في معسكر منتخب مصر من يوم السبت، وعلى فكره ده قبل الاجنده الدوليه بيومين. يعني هو كمان جاي قبل الاجنده دي عشان الناس بتقول لك برضه هو مش عايز يجي المعسكر ليه؟ لا موجود قبل الاجنده الدوليه بيومين، الاجنده الدوليه يوم 3، ومحمد صلاح بقى موجود من يوم 1. اعتقد دي خطوه جيده جدا
مش عايزين نقول ان في مشكله، لا خلاص ما فيش مشكله. محمد صلاح هو هل في اي تواصل حصل ما بينه وبين الكابتن حسام ابو قبل المعسكر ولا هتبقى اول لا لقاء؟ لا هتبقى اول ان شاء الله مواجهه او مش مواجهه يعني اول لقاء بينهم هيكون في يوم السبت. اتوقع ان هي هتكون لقطات جيده جدا هتخرج لنا من معسكر منتخب مصر في اول لقاء بين الكابتن حسام والكابتن محمد صلاح. الاثنين بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي قيمه كبيره جدا. بنتكلم على محمد صلاح هو افضل مسيره للاعب مصري في تاريخ مصر حتى الان. حسام حسن اسطوره من الاساطير العظيمه للكره المصريه. فاول لقاء ان شاء الله يكون لقاء مميز زي ما احنا نتوقعه، وهتخرج بالتاكيد صور وفيديوهات من اللقاء ده. محمد صلاح وجوده مهم جدا في 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 كل الاحوال، لكن هينضم ان شاء الله يوم السبت. هو حاليا زي ما قلنا مع اسرته في العالمين بيقضي اوقات هادئه جدا في العالمين. ماشي طيب، محمد شريف هيرجع الاهلي؟ في المعلومه الحاليه دلوقتي محمد شريف معروض على مفصل كولر للعوده من جديد. في تفحيم داخل الجهاز الفني ومفصل كولر بعوده محمد شريف. محمد شريف ينتظر حسم مصيره مع النادي السعودي. في حاله عدم التوصل لاتفاق ان هو يكمل الموسم الجاي، محمد شريف وارد جدا يكون في النادي الاهلي الموسم الجاي. والعلم محمد شريف رفض اكثر من عرض محلي في الدوري المصري. من مين؟ جاله حاجه من بيراميدز، لكن هو متمسك ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. جاله الزمالك؟ في كلام بس مش بشكل رسمي يعني. لكن بيراميدز اتكلموا معاه. بيراميدز كان في اتصالات مع اللاعب، وكان في محاولات من جانب نادي الزمالك، ولكن شريف عنده رغبه انه يكون موجود في النادي الاهلي. محمد شريف قبل كده وقع لبيراميدز؟ ما عنديش معلومه. ما عنديش معلومه بصراحه فيها. قلت اشوف يعني. لا لا. مش بتكلم على الفتره دي. قبل كده يعني؟ لا. ما تعرفش. لا بصراحه. طيب. السولية هيخرج ولا بكمل معاه؟ السولية عنده حاجه ولكن لسه ما جاتش بشكل رسمي ليه يعني من احد الانديه القطريه. طبعا هو خلاص اخر سنه ليه، فالعرض لما هيجي مباشره على اللاعب. وده هيبقى اخر يعني، لو كان هيجدد الاهلي فده اخر تجديد. فبالنسبه للسولية هو شايف ان الافضل ليه لو العرض هيبقى مناسب على المستوى المالي، فوارد جدا برضه السولية يكون في احد الانديه القطريه الموسم الجاي. ابراهيم نضاي خلاص هيمشي في شهر 6، اخر شهر 6 كان المفروض هيمشي في اخر شهر 6، والاداره متفقه على كده او مقتنعه بكده. لكن الحقيقه جوزيه جوميز يا كريم في مفاجاه يعني قال ان هو او طالب ببقاء ابراهيم نضاي. لا لا، طالب ببقاء ابراهيم نضاي. يعني عايزين تمشوه، شرط تجيبوا لي ظهير ايسر بديل فتوح ويكون من اختياري. غير كده ابراهيم نضاي مكمل لاني محتاجه في اكثر الراجل. يعني خليني اقول لك ان الراجل شايف ان ابراهيم نضاي جوكر يعني، وده دي نقطه الخلاف اللي ما بينه وبين المعاونين معاه في الزمالك، ان الراجل بيوظفه كجناح ايسر وبيوظفه كظهير ايسر رغم الاخطاء المرتكبه، لكن هو مقتنع وطالب اداره الزمالك. 30/6 المفروض العقد هيتجدد صح كده؟ مش عارف الزمالك تقريبا هيدفع $1,000,000 بالظبط كده. طيب هو طالب ظهير ايسر ووافق على رحيله بابراهيم نضاي. بالظبط. الزمالك هيجيب له ظهير ايسر امتى؟ هي دي الفكره بقى، ان هو الزمالك هيستنى نهايه الموسم. لا لا، القيد كمان، ازمه القيد موقفه الزمالك عن القصه دي، وبالتالي الزمالك امام امرين. لا لا، واحده واحده. انا متصور انه الزمالك دلوقتي بيشتغل على فكره انه يرفع ايقاف القيد ويسدد الديون، تمام؟ اعتبرنا ان ده حصل. تمام. والزمالك مش موقوف قيده. تمام. وانا عايز اجيب ظهير ايسر عشان اديه لجوزيه جوميز وامشي ابراهيم نضاي. ما مش عارف اجيبه بكره. بالظبط. صح؟ هي دي الفكره. طب ما انت هتشيلني ابراهيم نضاي عشان شهرين ثلاثه وبعد كده اجيب لك ظهير ايسر، هيبقى عندي مشكله. قناعات جوزيه جوميز دايما او هو طالب الطلب ده بناء على اقتناعه التام بابراهيم نضاي. الراجل من الاخر في خلاف ما بينه وبين الاداره في النقطه دي، ان الاداره مصممه ان هي تمشي لعيبه معينه، سامسون اكينيولا، ابراهيم نضاي، رؤى فاصة، يعني بتتكلم في اسماء معينه كده تم الاستقرار عليها. انا بقى ليه راي تاني، ان هو مش مصمم على ابراهيم نضاي عشان بس زي الايسر، ان ابراهيم نضاي ناحيه الشمال هو الجناح الوحيد اللي عنده اللي بيعمله اللي هو عايزه تكتيكيا. بالظبط. هو الوحيد اللي ممكن يخش انسايد، مش جناح خط. هو كده بيستخدم زيزو كجناح خط، خلاص ده حافظ مكانه باسلوب لعبه. انا عايز واحد على الشمال بقى يخش لي انسايد جوه منطقه الجزاء. مصطفى شلبي ما عملش ده. ناصر ماهر لما لعبها شويه بيحاول يعملها طبعا بمهاراته، بس مش هو اللي هيعملها عشان هو مش في الاصل جناح. لما اتصاب احمد حمدي فناصر ماهر رجع مكانه، فخلاص ما بقاش عندي حد ناحيه الشمال. هو مش مقتنع اقتناع كبير بسيد عبد الله، فهو نضاي تكتيكيا في الملعب في مركز الجناح هو بالنسبه له الورقه الاولى في التصوير، وجرب سامسون وطبعا ما نفعش. لكن بالنسبه لاداره الزمالك وبالنسبه للجماهير عامه، اخطاء مرتكبه بالجمله، لكن جوزيه جوميز مصر على بقاء ابراهيم نضاي. عظيم استاذ حسام، والسؤال الابرز والاهم والاخطر وكل شيء. عايز اقول حاجه بخصوص احمد فتوح في المنتخب. انه السؤال كتير على محمد حمدي وموقفه من مباراه بوركينا فاسو بعد الطرد
في مباراه الكونغو الديمقراطيه في اخر مباراه لعبها منتخب مصر، اخر مباراه رسميه في كاس الامم الافريقيه، وموقفه الكلام كتير موقوف مش موقوف ايه القصه. المعلومه اللي عندي انه الجهاز الفني حصل طبعا بطبيعه الحال على لائحه تصفيات كاس العالم، وانه دي بطوله منفصله تماما، كاس الامم تخضع للاتحاد الافريقي وتصفيات كاس العالم للاتحاد الدولي، فانه يحق لي ان هو يلعب المباراه. لكن في علامه استفهام كبيره جدا، كان الكابتن وليم حسن طلب من اتحاد الكوره من شهر 3 انه يتم ارسال خطاب للاتحاد الدولي علشان نستفسر بشكل رسمي عن موقف محمد حمدي بعد ما اطرد في اخر مباراه في تصفيات كاس الامم، هل يحق لي ان هو يشارك ولا هو موقوف في المباراه دي؟ وللاسف لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها الجواب ما اتبعتش اصلا للاتحاد الدولي. ولكن رغم تاكد الجهاز الفني من احقيه محمد حمدي ان هو يشارك في المباراه، هي لكي يطمئن قلبه مش هيخليه يشارك، ربما تحصل مشكله بعد كده بسبب مشاركته ان هو يكون موقوف في المباراه دي، فهيفوت المباراه دي وهيشارك في المباراه الثانيه في غينيا بيساو. بالنسبه لهم ده افضليه، انه محمد حمدي دفاعيا افضل بالنسبه للجهاز الفني من احمد فتوح اللي هيكون جاهز للمشاركه في المباراه الاولى. السؤال كان بيتكرر دايما في مباريات الاهلي الاخيره، الشناوي ولا مصطفى شوبير، والان ما زال متكررا مع منتخب مصر، مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي، محمد الشناوي ولا مصطفى شوبير. فعلا ما فيش اي اختلاف على انه مصطفى شوبير يستحق ان هو ينضم للمنتخب الوطني وانه يكون موجود، ومحمد الشناوي بالنسبه للجهاز الفني قصته مختلفه تماما بالنسبه للكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن مقتنع ان محمد الشناوي قائد من القاده المميزين داخل المنتخب الوطني، ووجوده مهم جدا، والناس كلها استغربت هو الشناوي ازاي انضم رغم ان هو ما كانش بيشارك في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي بعد اصابته مع المنتخب من شهر يناير، لكن كان في تواصل مستمر مع الجهاز الفني خلال الفتره الاخيره لمنتخبنا الوطني. والكابتن حسام حسن عنده قناعه بشخصيه محمد الشناوي داخل منتخب مصر واهميه وجوده داخل منتخب مصر، وشفنا ده كمان من خلال استقباله للاعبين امبارح مع الجهاز الفني. كل واحد فيهم ليه نقطة إيجابية ونقطة سلبية. ده الحسبة داخل الجهاز الفني للمنتخب، محمد الشناوي هو الحارس الخبرة، ودي أول مباراة رسمية للكابتن حسام حسن، ومباراتين مصيريتين بالنسبة للمنتخب الوطني في التصفيات. ولكن غياب محمد الشناوي عن المشاركة في مركز مهم جدا هو مركز حراسة المرمى، مصطفى شوبير مستوى مميز جدا مع النادي الأهلي، ولكن تبقى فكرة أنه دي أول مرة هتكون مباراة رسمية ليه مع المنتخب الوطني، هل هو اللي هيشارك ولا لا؟ عايز اقول لك يا كريم، واحنا بنتكلم حتى الان الافضليه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر لمحمد الشناوي ان هو يكون موجود الحارس الاساسي لمنتخبنا الوطني. عظيم. ماذا عن كهربا؟ ماذا عن محمد عبد المنعم؟ طيب محمد عبد المنعم في رغبه من اللاعب نفسه ان هو يكون خارج النادي الاهلي لخوض تجربه احترافيه اوروبيه نهايه الموسم. ماشي. عنده عروض؟ بص هو عنده كلام بس لسه ما فيش حاجه وصلت النادي الاهلي، عنده كل يعني مفاوضات ولكن لم تصل الى النادي الاهلي بشكل رسمي، وفي رغبه من اللاعب انه عايز يمشي. سؤال معلش المقطع دلوقتي، لو جاله عرض اوروبي فممكن يجي له في شهر 6 او يجي له في اوائل 7. ما هي دي بقى المشكله، ان الموسم عندك لسه مكمل. أيوة. واي نادي هياخدك محتاج ان انت تبقى موجود معاه في فتره الاعداد. بالظبط كده، وارد جدا يحصل زي حمدي فتحي السنه اللي فاتت. حمدي فتحي ما كملش، حمدي فتحي خلص وطلع على الوقفه. بس وقتها كان الاهلي عنده وفره في لعيب الوسط. تمام، ما هو انت دلوقتي عندك ياسر ابراهيم وعندك ربيعه وعندك خدع فتح ممكن توظفه، وعندك محمد هاني ممكن تتحل. وممكن وفقا لتقدير بقى يعني مش هو محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي وان هو كان احد الاعمدة اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي بشكل رسمي، بس الاهلي هيبقى الموضوع صعب. ما هو انت لو انت هو ما طلعش دلوقتي مفيش نادي هيخليك تطلع في شهر 9 او شهر 8 ولا يناير حتى، واحنا الموسم بالنسبه لنا احنا مش عارفين الموسم هيخلص امتى. فانت عشان تسيب عبد المنعم في شهر 9 مفيش نادي في اوروبا هيقبل حاجه زي كده. صحيح. فيبقى الامر زي ما بنقول دايما معلق لغايه يعني اشعار اخر. تمام. بالنسبه لعبد المنعم كهرباء، بالنسبه لكهرباء في حاله عوده محمد شريف والتعاقد مع مهاجم اجنبي جديد، وارد جدا يتم السماح لكهرباء لخوض تجربه احترافيه في احد الانديه السعوديه. لسه لحد دلوقتي برضه مفيش حاجه وصلت رسمي بالنسبه لكهربا، ولكن في رغبه من اللاعب لو في حاجه وصلت بشكل كويس ليه وللنادي يتم السماح ليه. خاصه طبعا ان وسام موجود، الاهلي بيبحث عن مهاجم اجنبي سوبر لان طبعا مودست هيكون خارج النادي الاهلي مع احتماليه عوده محمد شريف، فكهربا وارد جدا يكون في احد الانديه السعوديه نهايه الموسم. طيب ده بالنسبه لكهربا وعبد المنعم.
دي حكايه اخو زوجه امام عاشور اللي في الزمالك. دي حكايه كبيره جدا. احكي لك بقى من الاول. بعد تولي كابتن حسين لبيب او مجلس كابتن حسين لبيب المهمه الاداريه في نادي الزمالك، اللي تولى مهمه قطاع الناشئين كابتن حسين السيد. عمل جلسه مع ياسين حافظ بناء على ان امام عاشور انتقل خلاص للنادي الاهلي، وحذروا من فكره استفزاز الجماهير على السوشيال ميديا، لان انت عارف يا كريم صغر سن اللاعب، هو مواليد 2005، صغر سن اللاعب ممكن يورطه في حاجات هو مش مدرك ايه عواقبها في مصر بالذات في السوشيال ميديا. فالحقيقه حذروا اكتر من مره كابتن حسين السيد من فكره ان هو يدخل السوشيال ميديا في امور كره القدم، او خاصه ان هو لاعب اساسي في فريق 2005. بعد تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا كان قبلها ياسين حافظ مستبعد من 5 مباريات لفريق 2005 دون ابداء اي اسباب من جانب الاداره الفنيه للفريق، وده اللي خلى فيه غضب عند اسره اللاعب واللاعب نفسه طبعا. فبعد تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا نشر ياسين ستوري، يعني يمكن هي معانا حتى، لامام عاشور وكتب احسن لاعب في افريقيا. ستوري طبعا اغضبت مين؟ اغضبت كابتن حسين السيد جدا، لان هي جت بعد تتويج الاهلي بالظبط، هي دي جت بعد تتويج الاهلي مباشره بدوري الابطال، فحسوا يعني ان فيها حساسيه شويه رغم تهنئه الزمالك للاهلي على فكره، لكن كابتن حسين السيد حس ان اللاعب لا مش مستمع لتعليماته قوي. كلمه وابلغه بتجميده ورحيله عن الزمالك. خلينا اقول لك بقى ان والد اللاعب قال ان في فرقه اماراتيه عايزه اللاعب، لكن خليني ااكد لك ان ياسين حافظ في الاهلي بدايه من الموسم المقبل اصلا بدايه من الموسم المقبل، وياسين نفسه مش مستريح منذ، انا بكلمك كلام حتى من اسره اللاعب، مش مستريح منذ انتقال امام عاشور للاهلي في تعامل اللعيبه نفسها في الفرقه معاه وتعامل الاداره الفنيه معاه. فياسين حافظ خلاص رحل عن الزمالك بشكل شبه رسمي، وانتقاله مش هيكون لاحد الفرق الاماراتيه، انتقاله هيكون للاهلي بدايه من الموسم المقبل. عظيم. عمر مرموش، الوضع ما بينه وما بين الكابتن حسام حسن ايه؟ طبعا عمر مرموش كان من اللاعبين اللي يعني اللي في الصف الاول بالنسبه للكابتن حسام حسن، وده كان ظاهر في المعسكر الماضي اللي كان في يناير، وكان في المباراتين الوديتين يعني. لكن طبعا موضوع العمليه الجراحيه اللي حصل خلال الايام الماضيه ده كان في لغط شويه، وكان في كلام واخذ ورد ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعب. الكابتن حسام حسن بشكل شخصي تواصل مع عمر مرموش وطلب منه انه ياجل العمليه الجراحيه لما بعد مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، خاصه انه العمليه مش في القدم، دي عمليه في اصبع اليد، وكان ممكن تتاجل يعني لما بعد المباراتين. وحتى ضرب له مثال بكريم بنزيما، انه كريم بنزيما كان مصاب في ايده وفضل اكتر من موسم او كمل الموسم مع ريال مدريد وهو مصاب في اليد، وطلب منه انه يعني ياجل العمليه دي لما بعد معسكر المنتخب، خاصه انه كان في تواصل حتى مع اداره النادي، واتقال انه مش طارئه ان هي تحصل دلوقتي. لكن عمر مرموش تمسك انه العمليه هيعملها في ميعادها، وده طبعا ادى الى انه لم ينضم لمعسكر المنتخب الوطني، فبالتالي في كلام على مستقبل عمر مرموش مع منتخب مصر في ظل القياده الفنيه للكابتن حسام حسن، وارد بنسبه كبيره جدا انه الموقف ده يؤثر على مستقبله بعد كده مع كابتن حسام حسن. انا اتصور ان الموضوع هيخلص، يعني الموضوع هيخلص بشكل ايجابي ان شاء الله باذن الله. حسام شرفت ونورت، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كريم. شكرا عمور، شرفت ونورت، بشكرك شكرا جزيلا. حبيبك يا ربنا يخليك، نورت. شكرا يا كريم حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا. ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.